صباح النور اخواني اخواتي متتبعي قناتي قناه ابطخ طموفاز. اليوم جيناكم بواحد الشقه في جزيره الليمون. كثير من الناس طلبوا لي بغاو شي حاجه صغيره لحقاش الاغلبيه عندي كبار وصيفطوا لي قالوا لي خصنا شي براطي يكونوا في الاصغر. هذه شقه رائعه كتواجد جزيره الليمون طريق الكنسيه والفاز في ممتاز خصو كلشي ممتاز. غنطلعو على باركتينا باش غادي نشوفو الداخل ديالها. كيف ما تشوفو حنايا دابا طلعنا للشقة هي هادي. غندخلو على باركتينا كنجبرو فيها صالون و سيجور كيف ما كتشوفو فينيسيو جد ممتاز و السيد مبخلش عليها كيف ما كتشوفو دار فيها التليتريات دار فيها التلفازة هانتوما تتشاهدو يعني غير فرش ودخل وفرج بزاف ديال المسائل دارهم. هانتوما كتشوف لي سيبوا كيفما قلتلكم التريات في الصالون التريات في السيجور. هانتوما كيفما قلتلكم اخواني راه فيها ثلاثة البيوت وصالون وسيجور وجوج حمامات وفيها في المتر 91 متر في التيتر. هادي ار بليس دو فيها سبلي وجوج فاقة. غادي ندخلو غادي نشوفو البيت الأول هو هذا كيفما كتشاهدو هانتوما مشمش كاين ديما عبارة شارع صغير ديال العشرين. البيوت كيفما كتشاهدو هانتوما فيها سيسيليا كيفما كتشاهدو أو الخيال بحال بحال عندها نفس السمية. الخشب كما كتشوفوا هو هذا النوع هو الممتاز هانتوما كيف ما كتشوفوا. غادي نمشي نشوفوا البيت الثاني على بركه الله. هذا البيت اللي شفنا راه ما فيهش بلاكار هذا فيه بلاكار كما كتشوفوا. هذا البيت الثاني كيف ما قلت لكم هذاك البيت الاول ما فيهش بلاكار هذا فيه بلاكار. هذا البيت كيفما كتشاهدو عندو إطلالة على لاكور نوريكم هانتوما سيكولي هي هادي. نقرب المشاهد الكريم باش توضح ليه جميع التوضيحات اللي كاينة. كيفما كتشوفو البلاكار هو هذا مغلف من الداخل الإيطاجير ديالو هو خشب ممتاز هانتوما كلشي كلشي راكب من الداخل عاوتاني مغلف وبالسكة من هنا ومن هنا هانتوما عاوتاني بلاصة علاقة وحدها وجوج إيطاجيرات من الفوق. غادي نمشيو نشوفو لا كويزين. كويزين تاهي مزيونة. غادي نمشيو دابا كيفما قلتلكم غادي نشاهدو الكوزينة هي هادي. غادي ندخلو ليها كوزين ممتازة كيف ما شاهدتو معنا. هاد الكوزينة هي تا هي فيها لاهوط بلاصة لاهوط كيف ما كتشوفو. البلاكارات هما هادو كيف ما كتشاهدو هانتوما مبين فيها مزيون. هذا روميني شوفو من نوع ممتاز هانتوما كتشاهدو. هادي لاكويزين بلاصة ديال لاهوط لانستالاسيو ديال الشوفو هي هادي. بلاصة ديال الشوفو كيفما كتشوفو هو هذا بغيتو ديروها بالغاز بغيتو ديروها بالضو هانتوما كيفما كتشاهدو. غنشوفو من تحت عاوتاني بلاصة ديال ماكينة الصابون هي هادي. لاسطراتو ديالها المسائل ديال الضو ديالها من تحت هانتوما كتشاهدو مجلجة ناضية. هنايا كاين ديال من تحت هانتوما مجلجة بلاد ما يخافنا من زراق الزيت لا حتى حاجة. هانتوما كي تتشوفو الكوزينة كيفما قلتلكم مزيونة و بصحة و نحل لي خداع. اخواني اخواتي كنشكركم بزاف على اللايك و على الجيم ديالكم
وكنشكر بزاف ديال الاصدقاء اللي فيما ودكم ديما كنقولها لكم، منهم الاخت ياسمينه الحلوه تبارك الله عليها، مسانداني من اول شقه كنت لوصيتها حتى الان، كنشكرها بزاف بزاف. هذا الفاسك هنايا البلاكار ديال الزهر كما كتشهدوا ديال الصبابط اللي بغا يديروا الصبابط، ها نتوما فيه هو لافابو كما كتشهدوا. هذه الطواليت حداه الحمام، سمحوا لي كيف ما كتشاهدوا هذا هو الحمام، كيف ما كتشوفوا رشاش من نوع ممتاز جوج، هانتوما كيف ما كتشاهدوا كاين هذا بلاصه ديال الصابونه، وهذا رشاش صغير كيف ما كتشاهدوا هو هذا هانتوما، وكاين الرشاش الكبير هو هذا هانتوما. هاد كيف ما قلت لكم مجهزه من اي حاجه، هذه طواليت كاين اللي كيبغي هاد الطواليت، هذا بيت النعاس ديال لي بار، هانتوما كيف كتشوفوا هو هذا حتى هو فيه بلاكار كبير والبيت فيه كبير كيف ما شاهدتو. سمعتي لي قبيله قلت لكم كاينين جوج ديال الحمامات، انا تسحب لي كاين حمام بيت النعاس سعره ما كاينش في غير بلاكار، هو هذا كيف ما كتشهد بلاكار كبير كيف ما كنقول. كيف ما قلت لكم كنشكر عدد كبير من الاصدقاء اللي مسانديني، كيف قلت لكم منهم ياسمينه سيمبا حتى هي كنشكرها جزيل الشكر اللي ديما متبعاني، الاخت ليلى، الاخ جمال، يعني بزاف بزاف اللي ما ذكرش شي واحد ونسيتو يسمح لي، يعني نقولكم بصفه كامله بصفتكم عامه كنشكركم بزاف بزاف لحقاش مسانديني وكنشكر. بالنسبه للثمن انا ثمنها هو السيد راه لتحت غادي نسولو ياك في اخر الفيديو غادي تسمعوني غادي نقولو. كيف ما كتشاهدوا هانتوما الشميشه داخله، هانتوما حتى داخل السيجو الترياسات ما كتشوفو شاعلين، يعني كلشي جديد فيها، فينيسيو رائع جدا ماشي ما تيبخلش اي حاجه، لا صراشو ديال الكليماتيزور كاينه، السريج معاه الكتريك كيطلعو الضو الضو، يعني شغادي نقول فيها تلاتة البيوت صالون سيجور كوزينة إكيب بي طواليت الحمام. إخواني أخواتي إذا عجبتكم وبغيتو تجيو تشوفوها مرحبا في أي وقت اتصلوا بيا أنا عبران إشارتكم، ونتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم وشكرا. والثمن إن شاء الله أنا غادي نقول لكم دابا نوريكم الشارع، هي غادي تتلقى بالسيد وغادي يقول لي الثمن شحال. ديال 12 كيف ما كتشاهدوا، قول لي باقي فيها السفلي والبرومي طاج والدوزيام طاج، البرومي طاج شحال الثمن ديالها؟ 48 قابل للنقاش، وكاين عاوتاني السفلي اللي بغى السفلي ديالها، وكاين لاكاب السفلي ب 34، وكاين لاكاب كيف ما كتشوفوا هو هذا عنده دخلته بوحديته مبيع لاكاب، سمح لي لاكاب هو اللي ماشي السفلي، لاكاب اللي مازال فيه كراج وفيه لاكاب. كاين واحد السيده كانت قالت لي بغات لاكاب دخلتها بوحديتها هو هذا، المهم انا كانت في الاستماع كنتمنى ان ما كتشاهدوا، قلت لكم راه واحد السيده كانت اتصلت بيا بغات ندير فيه التدريب ودير فيه سكنه بجوج، هو فيه الكراج وفيه السكنه حتى هو راه فيه جوج بيوت وكوزينه كبيره كيف ما كتشاهدوا، وفيه لاكور وصالون اس او سيجور هذا كيدير 34 وقابل حتى هو للنقاش، حتى هو فيه كوزينة ايكيبي فيه المسائل، كاين لي كاين لي كيبغي لاكاب مبرد في الصيف، وما نفس الفينيسيو لي داير الفوق داير التحت، هو هذا فيه جوج ديال البيوت كيف ما قلتلكم، وطواليت وحمام وفيه لاكور، المساحه حتى هي راه فيه بحال بحال شي على 90، البيوت تا هما مزيونين كيف ما كتشوفوا كبار، هو هذا تا هو فيه بلاكاس مزيونين كيف ما كتشاهدوا، قلت نفس الفينيتو اللي الفوق كاين لتحت، هذا جاي بلاكا ومازال البروميير ايطاج والدوزيام ايطاج. اخواني اخواتي اللي بغا يجي يشوفهم مرحبا، ما عنديش ادنى مشكل، يعني مني قبل بواحد نص ساعه ومرحبا.
غادي ندخلو دابا نشوفو لاكور، لاكور كبير مجلج، هانتوما فهو اللي بغا يديرو كوزينة صغيرة راه يصلحلو، واللي بغا يخلي فيه ماكينة الصابون ولا يدير فيه شي شيميني تا هو راه يصلح ليه. اخواني اخواتي ان عجبتكم اتصلوا بيا ومرحبا. هانتوما واخا جاينا كامرة داوي، السراجم جايين على الشارع كيفما كتشوفو، جاي عالي، فيه فاسك تا هو وفيه حمام. وقلتلك هذا بالكراج، هذا التيتر ديالو بوحدو هو الكراج. هانتوما طواليت وفيه حمام كبير، تا الحمام فيه السراجم ديالو كيفما كتشاهدو راه هو. وشكرا، نتلاقاو ان شاء الله شقة اخرى باذن الله. السلام عليكم، كيفما قلت لكم هذا هو الكراج اللي تابع لداك لاكاب، بجوج هما فيهم في التيتر 108 في التيتر بالكراج وبلاكاب، والثمن كيفما قلت لكم 34 وقابل للنقاش. كيفما قلت لكم فينيسيون ممتاز عنده، كلشي صباغه جليج، يعني كلشي مزيان. المهم اللي بغى يتصل بيا مرحبا في اي وقت.